النهارده يا شباب مستر، عندنا لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ بس موري هو في شيء بيقولي she is tired this morning because she is Ava، مش has المفروض she is she hasn't قصدي she has، he مش hasn't المفروض slept well. يعني هو المفروض تبقى hasn't مش has، صح؟ هي مكتوبة has. لا يبقى hasn't. ماشي تمام. النهارده خلاص بقى خلاص. The woman who وريني شي تقول عليه الماضي الانسر. The woman who disappeared المرأة الولية اللي اختفت. خلاص الولية اللي ايه اختفت. الولية اللي اختفت دي نعم صفحة كام؟ لا بص معايا على البورد، بص معايا على البورد. بتبتدي الستوري بتاعتي، طبعا هي قصة خيالية. هي المفروض يبقى في كلمة بدري، مش انا قلت تزود دي. She has slept badly، هي المفروض في كلمة تتكمل في الآخر اللي هي كلمة badly، فهم ناس يكملوها. ماشي ماشي. واحد اسمه لاني ساميل، لاني ساميل ده is American، أمريكاني. خلاص وظيفته إيه؟ He is a private eye. He is a private eye. What is a private eye? A private eye is a private detective. هو محقق سري خاص. محقق خاص. Who الذي works for any one اللي بيشتغل لأي حد. Anyone who pays him اللي بيدفع له. وطبعا دي مش حاجات عيب، الناس بتشتغل للي هيدفع، صح ولا لا؟ ده الطبيعي. بقى تاني، What is a private eye? A private eye is a private detective who works for anyone who pays him. What is a private eye? A private detective who works for anyone who pays him. يدفع له فلوس. Who pays him. يدفع له ايه؟ فلوس. دي مشكلة كده؟ مكانه فين؟ On the west side. On the west side of Los Angeles. في مدينة ايه؟ Los Angeles. هي متقسمة قطاعات، شمال شرق. بره بيقسموا قطاعات يا رقاي، شمالي وشرقي وايه وغربي وجنوبي كده. فهو في القطاع الايه؟ الغربي من مدينة ايه؟ Los Angeles. طب المكتب بتاعه فين؟ In a tall building. في مبنى عالي. طيب في انهي دور؟ On the fourth floor. في الطابق. نعم. On the fourth تقول لها ايه؟ طيب ماشي. يبقى تاني، Where is his office? It's on the west side of Los Angeles. On the fourth floor of a tall building. في مبنى عالي في الدور الرابع من مبنى ايه؟ عالي. في مشاكل كده؟ تطلع له الدور الرابع تلقى ايه؟ تلقى ساين. مين ده؟ مين ده؟ ده ابن اختي. يا مستر انا مش قصدي مين اللي ساكن في الدور الرابع يعني. ليني ساميوز. بطل القصة. احنا بناخد ستوري النهارده حسين، حسين. الستوري بتاعتنا البطل بتاعها اسمه ليني ساميول، ولاني ساميول ده يا رقية محقق خاص. تمام؟ وظيفته ايه؟ برايفت اي. برايفت اي از ا برايفت ديتكتيف هو وركس فور اني ون هو بايز هيم. ماشي يا حبيبي؟ المكتب بتاعه فين؟ قلنا اون ذا ويست سايد اوف لوس انجلوس. اون ذا ويست سايد اوف لوس انجلوس.
On the fourth floor of a tall building. On the fourth floor of a tall building. في مشكلة كده؟ مكتوب أيوة يا سار. أيوة بس أقول لحضرتك هو أنا القصة بتاعتي غير دي، فإحنا هنشرح جرامر أو كده؟ لا النهاردة لا. يعني هيبقى في استفادة أصلا مش عارفة أحضرها. يعني احنا هنكتب جمل، الجمل دي حلوه لما استخدم تنسز استخدم، فاهمه؟ يعني تمام حاجات مش لازم تحفظي، انا مش هخليكي تحفظي. ماشي ماشي ماشي. نعم انت خدتوا ايه عشان انا لسه دخلت؟ خدنا الدواء، بدأنا كده شورت يعني قصه كده، حاجه صغيره لسه قصه. بتتكلم عن واحد اسمه لاني ساميول، ده امريكان شغلته برايفت اي، وقلنا وات از ا برايفت اي شرحناها وغنيناها. از ا برايفت ديتكتيف هو وركس فور اني وان هو بيز هيم. تمام، محقق خاص هيشتغل اللي يدفع. طب بيشتغل فين؟ اون ذا ويست سايد اوف لوس انجلوس. طيب المبنى بتاعه فين؟ المكتب بتاعه ان ا تول بيلدينج اون ذا فورث فلور، في الدور الرابع. طب مكتوب على البره ايه؟ مكتوب على اليافطه ايه؟ ال ساميول برايفت ديتكتيف، مكتوب ده على اليافطه كده، ولا كان برايفت اي؟ مش لما نيجي نقرا بقى خلاص. طيب ايه اللي حصل؟ الراجل ده تعالى نوصف شكله. هي از ا تول مان، هي از يا فيري. اقفلي اقفلي. He is a tall man, nearly 2 meters. حوالي 2 ايه؟ 2 متر. ماشي. Nearly 2 ايه؟ meters. He has brown. هو الراجل البني، هنسميه براون، الرجل البني. He has brown hair and brown eyes. هي مشكلة كده؟ His، طب وسنانه؟ His teeth are nice. طب مناخيره؟ His nose was nice. اشمعنى بقى بتقول لي his teeth are، جايبها لي present وجايب لي he has، وجيت عند nose قلت لي had، او his nose was nice، كانت حلوه. مناخيره كانت ايه؟ حلوه زمان، كانت حلوه ايه؟ زمان. طب امال ايه اللي حصل؟ until، حتى حصلت بقى ايه؟ مشكله. someone، شخص ما، broke it، حد ايه؟ كسرها، دشدشها، in a fight، اعطاله بوكس، خلاها صابونه لوكس. يبقى someone broke it، someone broke it in a fight. في ايه؟ قتال. الراجل ده كان قاعد في اليوم ده بقى اللي هتديني فيه القصه. تعالى الاول برضه نوصف مكتب، هما شغالين وصف. تدخل المكتب. ادي المدخل، الباب، خلاص؟ طبعا الرسم محترف. تمام؟ دي هنسميها اوتر روم. نعم يا حبيبتي. نعم. حبيبتي ركزي يا حبيبتي. هو بينط من فوق، يبقى it's the outer a room، outer room، وفي inner room. inner room، inner room يعني ايه inner room؟ الغرفة الداخلية، الغرفة الايه؟ الداخلية. طب outer room الغرفة الخارجية، اكيد يعني، ما طالما غرفتين يبقى غرفة داخلية وغرفة ايه؟ خارجية، مفيش غرفة وسطانية. طيب ال outer room هنقول عليها the waiting room، the outer room، the waiting room، the inner room، it's the office. office. يعني ايه بقى it's the office؟ هو بقى ده المكتب اللي بيشتغل فيه. ده الايه؟ ده المكتب اللي بيشتغل فيه. خلاص؟ طب نيجي بعد كده نوصف المكتب اللي بيشتغل فيه. هنوصل لغايه شرابه هنوصفه. نوصف المكتب. ادي مكتب،
اصلا في مكتب، يعني the office هذا ايه، هذا ديسك، المكتب جواه مكتب، كلمه office دي المكتب الغرفه، انما المكتب اللي بيقعد عليه اسمه ايه ديسك. يبقى he has a wooden desk. سبحان الله. he has a wooden desk with a wooden chair. سبحان الله. يعني هو عنده كرسي خشب، وكمان المكتب خشب، والكرسي اللي بيقعد عليه كمان. حبيبتي انا لما بشرح القصه بقى ما احبش ادخل في قصص ثانيه، ما احبش حد يقاطعني، هي بتبقى بالبركه كده، انا بقول بالبركه. He has a wooden desk. يبقى في الانر روم اللي هي الاوفيس. He has a wooden desk with a wooden chair. والكرسي كمان ايه؟ خشب. In the front. In the front. يعني ايه in the front؟ في المقدمة اللي هو هنا قدام المكتب يعني. There are two metal chairs. Two metal chairs. في كرسيين ايه بقى؟ معدن. يبقى تاني، هو في كرسي قاعد عليه وفي قدامه اتنين ايه؟ كرسي بس من المعدن. فيها مشكله دي؟ طيب في كمان؟ قال لك there are a low cupboard. في دولاب يحط فيه ورق، يحط فيه حاجته بتاع. a low cupboard. cupboard يعني ايه؟ دولاب. and a low metal bed. وفي سرير ايه بقى؟ معدني. ايه اللي جاب بقى المكتب يبقى جواه سرير؟ قال لك ما هو ساعات بيخلص شغل ايه متاخر، فبيقول لك بدل ما يروح وعنده شغل تاني الصبح، مش متجوز بقى تمام، فخلاص هو مكان ما بينام، مكان ايه؟ ما بيقعد، ما بيشتغل. فيها مشكله كده؟ يبقى عرفنا التفاصيل؟ ماشي. ايه؟ لا ما دخلناش الحمام بتاعه والله. طب هو كان قاعد بيعمل ايه في اليوم ده؟ من كتر الفراغ اللي هو فيه، في الشغل كتير. He was cutting his، مش بيقطع خضار. He was cutting his nails. كان بيسبسب ضوافره. لا. Scissors بالمقص. كان عمال بيقص ايه؟ ضوافره. لا 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 لا. He was cutting his nails. كان بيظبط ايه؟ ضوافره. فجأة يسمع. He heard footsteps. سمع خطوات أقدام. قال لك أكيد someone mistook. ما هو mistake يخطئ. تمام؟ يعني خطأ أو يخطئ. فأنا أقول لك بقى mistook. ماشي؟ mistook his office. أخطأ المكتب إيه؟ بتاعه. ليه أخطأ المكتب بتاعه؟ There was a doctor. There was a doctor beside him. أو next to him. Next to him. أصل beside him يبقى الدكتور واقف جنبه. انما next to المكتب جنب المكتب. ماشي؟ يبقى دي. ها؟ مش مصدق، من كتر ما هو ما بيشتغلش مش مصدق ان حد دخله. فجأة الباب بيخبط. Someone knocked the door. هيطلع ايه بقى؟ واحد صاحبه؟ هتطلع واحدة ست. الولية برضه هتطلع ايه؟ ولية. طيب الولية دي بقى قال عليها ايه؟ She was the most beautiful girl he has ever seen. كان أجمل بنت ايه؟ شاف. طب تعالى نوصف البنت. She was 18 years old. على طول عرف سنها. كان عمرها كام سنة؟ 18 ايه؟
ثانية، مش هو كان براون؟ هي كانت بلوند. She was أو sorry she has blonde hair. شعر إيه؟ لسه ملهاش اسم في القصة؟ أشهر. هنعرف دلوقتي. لا هير لا تعدي يا حبيبتي، ما بنجيبش آن. She has blonde hair. She has blonde hair. طب وعينيها؟ She has blue eyes. وكانت عينيها ايه؟ زرقاء. ماشي. طب تعالى كمان. انا كان شعري اصفر وانا صغير. سواء تعالى بقى. She was wearing a green coat. بلطو ايه؟ اخضر. بلطو ايه؟ اخضر. With a brown, a big brown bag. Big brown bag. وشنطة كبيرة ايه؟ بني. تمام؟ ماشي يا جماعة، احنا لغاية دلوقتي خبطت الباب وهي دخلت، فاحنا بنوصف بس. بدأ الحوار بقى. أهلا بيكي أهلا بيكي يا فندم. انت مين؟ مش انت برايفت ديتكتيف؟ قال لها اه انا برايفت ديتكتيف. So you can help me؟ تقدر تساعدني؟ قال لها شور. What's your problem؟ قالت له بكل بساطه My sister has disappeared. اختي ايه؟ اختفت. الله، اختك اختفت. عرفتي منين؟ ما طبيعي، ازاي عرفتي ان اختك اختفت؟ فراحت جاي حكى له بقى الحكايه. ايه الحكايه؟ ان they نعم they arranged to have dinner together. They arranged to have dinner together. كانوا هيتفاهموا، كانوا هيتعشوا مع ايه؟ مع بعض. خلاص؟ امتى الكلام ده؟ 6 days ago. نهارك اسوء. 6 days ago. من كام يوم؟ 6 ايام. طب وانت جاي تبلغي دلوقتي؟ ما علينا. فالمهم قال لها، استظرف بقى، احنا عارفين بقى طبعا بقى احبوا استظرفهم. طب ما يمكن اكلها ما عجبكيش، سوري اكلك ما عجبهاش، فهي اختفت يعني من وجود. ها 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 ها. فراحت جايه قايله له ايه؟ Don't try to be funny. انا مش جاي اهزر حضرتك، تقول لي الاكل وحش والاكل ما استطعمتوش والكلام ده. فقال لها ايه؟ اسف يا حاجه، انا اسف خلاص. طيب عرفتي منين بقى؟ قالت لها في اليوم ده. قالت له بقى هي جايه منين؟ من نيو يورك. واحنا فين دلوقتي؟ بلس 8 انجلوس. الميعاد كان المفروض بالليل. شيد ليه؟ هي البنت جايه لها اختها من سفر، زي ما انت مثلا ليكي خاله في اسكندريه بس، فاختك وامك هتقابلوا عادي، ايه المشكله؟ يبقى هتقولي ساعتها ان خالتي جت من اسكندريه، فهي برضو اختها البنت اللي اختفت دي هي كانت فين؟ في نيويورك. جت فين لاختها؟ لوس انجلوس. لقيت اختها مش موجوده، فبتدور عليها بقى. راحت لمين؟ ليني سامويل. سامويل ماشي كده؟ وصلتي ولا لسه تايهه؟ ايه اللي مش فاهماه طيب؟ انا مفيش حاجات حصلت اصلا. ها؟ كل ده بنوصف. تعالى بقى، طيب كان المفروض مرتبين يتعشوا مع بعض. ايوه يا حسين. قول لحضرتك يا مستر، هي مستر البنت اللي اتخطفت دي اللي كانت في لوس انجلوس ولا اللي كانت في نيويورك؟ اللي عند الراجل دلوقتي هي اللي كانت في نيويورك. طيب يا مستر. وجات لوس انجلوس، المفروض هتقابل اختها في مطعم. راحت ما لقيتش اختها جات، ما انا هقول لك بقى ايه اللي حصل. فقال لك ان هي اختها يعني شي didn't come. ما جاتش في الايه؟ في الموعد. طب عملت ايه؟ she waited.
انتظرت، يعني كانوا مثلا متفقين 6 ولا 7 ما جاتش فانتظرت. برضه she didn't come. She called her. خلاص اتصلت بيها على الايه؟ على التليفون. She didn't answer. برضه ما جاوبتش، ما ردتش على التليفون. خلاص قالت اما انا اروح بقى ايه؟ انام في اي فندق ولا حاجه واشوف ايه اللي هيحصل. The next day، اليوم الايه بقى؟ التالي. The next day she went to her work. راحت لها الايه؟ الشغل. قالوا لها لا دي امبارح، يعني في وقتها بقى، دي امبارح she left immediately. قالوا لها كده ان هي she left ايه؟ immediately، ان هي مشيت في الحال. After a phone call، بعد مكالمة ايه؟ تليفونية. ايوه يا ندى، ايوه يا نور. مستر لفت ناقصة ايه؟ لفت، لا دي انا كتبت الايه بس طارت، معلش. She left immediately after a phone call. يبقى يومها الظهر جالها تليفون، الو ايوه يا اللي هتختفي انت، فراحت جايه مستاذنه وايه ماشيه من الشغل. لسه ما قلناش اسامي خالص، لسه ما قلناش اسامي. طيب الشغل قال لها اختك مش عندنا وما جاتش كمان النهارده، فبتعمل ايه المفروض بقى بعد كده؟ تروح لها البيت بقى، ما اختها دي ساكنه في بيت. She went to her apartment. Apartment دي شقة بالأمريكي. تمام؟ She went to her apartment. راحت لها الإيه؟ الشقة. وراحت مخبطة على الباب. No one answered. قديش بردك إيه؟ رد. لا يبقى كده في حاجة بقى. الكلام ده كان من كام يوم؟ 6 أيام. قررت ان هي تبلغ البرايفت ديتكتيف بقى. الله، طب انت ليه ما رحتيش بلغتي البوليس؟ قالت له بص بقول لك ايه، I didn't want any problems with the police. انا مش عايزه اي مشاكل. طب انت مالك مشاكل ايه؟ ده انت اختك تايهه، هو انت ممسوكه بمخدرات؟ الله اعلم. تمام؟ ماشي، لاي سبب يعني. يبقى تاني ما راحتش ليه بلغت الشرطة؟ Because she didn't want any trouble with the police. قال لها طيب بصي عامة أنا هاخد $50 a day. هاخد 50 دولار في اليوم. قلت له ماشي 1000 جنيه يعني. خلاص؟ $50 a day to find your sister. قال لها طب بس معلش يعني انا عايز اعرف هي اسمها ايه؟ اختك اللي تاهت دي. قالت له اسمها هيلين جارفيلد. هيلين سوري هيلين جارفيلد. هيلين جارفيلد. قال لها طب وانت اسمك ايه يا قطه؟ قالت له انا اسمي ايلين جارفيلد. ثاني اللي اختفت الولية اللي اختفت اسمها ايه؟ هيلين جارفيلد. الولية اللي راحت له اسمها ايه؟ ايلين جارفيلد. حلو؟ ماشي. طب ممكن توصفها لي؟ قالت له ده تعالى نوصفها مع بعض. ولا بقول لك ايه؟ انا مش محتاجه اوصفها لك اصلا. ليه؟ بص لي كده، بص لها. قالت له بقى انت عارف هي شبه بالظبط. We are twins. We are twins. يبقى انت لما تدور عليها دور على واحده شبهي، دور على واحده ايه؟ شبهي. ايه يا حسين؟ مستر يعني مستر البنت المخطوفه دي عندها 18 سنه؟ سبحانه بركاتك يا شيخ. يا مستر ايش قصدك هم يعني توينز؟ ايوه حسين طبعا مش توينز نفس السن حسين، توأم حسين. ايه؟ مش مشكلة أمي دي بقى، بتشتغل ليه ولا إمتى ولا؟
مش مشكلتي، مش مشكلتي دي. مفهومة يا شباب؟ يبقى هيبدأ بقى الايه؟ الشغل. صعبة؟ عارفين احنا خلصنا قد ايه كده؟ two chapters. كل اللي احنا قلناه ده كده two chapters، فصلين. اطفي النور. بس my office ولا let's listen بقى. ده النص بتاع الستوري اللي في الكتاب. خلاص. My office is on the west side of Los Angeles on the fourth floor of a high building. There are only two rooms in my office, the outer room and the inner room. The outer room. Mr. Sutton. نعم. الصوت بتاع البتاع مش واضح. What? There are four chairs in the waiting room, although there are never four people waiting to see me. In fact, there is usually no one. صوت واضح كده شوية؟ لا زي ما هو. طب أنا ما يعني ما فيش إمكانيات أعمل أكتر من كده بصراحة. طب باقي الناس الصوت واضح؟ لا يا مستر. ترى هو واضح شوية يعني. Oh, الله يبارك لك يا حسين. In the inner room is a cheap wood. ثانية ثانية. ثم الناس يا جماعة يعني سمعوا وكانت ما كانش في مشاكل. لا انا مش هعرف اعدل اكتر من كده عمر، انا مش هعرف اعدل الصوت احسن من كده. خلاص خلاص عادي، احنا هنقرا من المجان. ماشي. مستر، هي الملزمة فيها القصة؟ آه. طب هي صفحة كام؟ بيج كام عندكم يا جماعة؟ 272 تقريبا. انت لازم تحضر، لازم برضه شغال عشان برضه كان الصوت واضح شوية يعني. أعمل إيه؟ بقول لحضرتك شغال عشان كان الصوت واضح. ممكن حضرتك تعلم من الجهاز نفسه. عليت والله يا حبيبتي من الجهاز. Is a low metal chair for my business. Rest of the furniture of my office consists of a large empty metal cupboard. يبقى in the inner room. بيقول لي in the inner room there is a cheap wooden desk. كرسي خشب رخيص. There is a big wooden chair for me to sit. وكرسي كبير ليا اقعد. On the opposite side of the desk, there is a low, oh, confused, demo, sorry, كرسي واحد. A low metal chair for my visitors. The rest of furniture, باقي العفش بقى اللي موجود in my office, consists of a large empty metal cupboard, دولاب ضخم, and a low bed, وسرير منخفض in one corner. When there is a lot of work, I sometimes sleep in the office. The notice outside my door says, L. Samuel, private detective. That's me. I'm quite tall, nearly 2 meters, and I weigh 80 kilos. يبقى هو 2 متر 80 كيلو. Men say that I'm ugly, but women seem to find me attractive. الرجالة بيقولوا عليه شكله قبيح. الستات بيقولوا عليه وسيم. تمام؟ Got brown eyes. Brown hair and very nice teeth. I had a good nose too. Someone broke it in a fight last year. يبقى هو كان سنانه كويس، هو سنانه كويسه انما مناخيره بقى
تمام؟ حد مرة يعني ضربوا فيها وبتاع. Recently, I haven't been very busy. In fact, I've had very little to do. However, I did have some work last month. It all started late one afternoon when I was sitting in my office. I had just finished cutting my nails and I was about to clean. لسه هيبدأ بقى وكان بيقص ولسه هينظف فاضي بقى. Suddenly, I heard someone walk into the outer room. I always leave the door of the outer room open in case anyone wants to see me. When I heard the footsteps in the outer room, I wasn't very surprised. I thought that someone had made a mistake and come into the wrong office. It was probably someone looking for the doctor at this door. يبقى هو قال بيسيب دايما الباب مفتوح فحد دخل تمام قال ده يمكن حد كان جاي للدكتور ماشي هكلمه اقول له الدكتور جنبنا انما كان جاي له الشغل. A moment later, there was a very quiet knock at the door of the inner room. Come in, I shouted, and put away the scissors I had been cutting my nails with. The door opened, and in walked one of the most beautiful women I had ever seen. She was about 18 years old, blue eyes, long, blonde hair. She was wearing a smart green coat and had a big brown handbag over her shoulder. ادي وصف الايه؟ البنت اللي دخلت دي هيبقى اسمها ايه؟ إيلين جارفيلد. إيلين جارفيلد. Excuse me, said the girl. I'm looking for Mr. Shamil. انت هتبقى مستر شامل صح؟ I'm looking for Mr. Shamil. Samuel. A quick smile. Come in and sit down. The girl didn't smile back at me. No, I won't sit down, she said. Well, if you won't sit down, at least come in and close the door, I replied. The girl came in, walked over, and put her handbag on my desk. Now, I said, what can I do for you? I need help, said the girl slowly. يبقى هي محتاجة إيه؟ مساعدة مني. But I don't know if you will be able to help me. Are you a really private detective? وأنت بجد حق كويس؟ Of course I am, I replied angrily. Didn't you see the notice on the office door? It says L. Samuel, private detective. I'm Samuel. I'm a private eye. All right, Mr. Samuel. قالت له لا ايه انت مش شايفه اليافطه بره؟ ايوه انا برايفت اي. لا قالت له يا عم طب اهدى يا عم اهبط شويه ماشي بالراحه يا عم. Said coldly, there's no need to get angry. I have a new job for you. Right, I said quickly. What do you want me to do? It's very simple, really, the girl replied. I want you to find my sister. She has disappeared. يبقى what did the girl, that was chapter. What did the girl want from Mr. Samuel? She wanted him to find her sister. كانت عايزاه يجد ايه؟ اختها بسبب she has a disappeared. طيب هنقرا الاسئله سوا. طبعا مش هنقرا بقى الملخص احنا قريناه، قرينا النص كامل. نقرا الاسئله على طول. Questions. What's هات لي بيج يا جماعه كام ديت؟ افتحوا بقى الملزمه. 79 نعم. في الام هاي في الاوبرتيونيتي في ايد النور. بيج 79. Why is a private eye؟ ايه هو البرايفت اي؟ هو ديتكتيف برضه برايفت ديتكتيف. Who works for anyone who will pay him to do a certain job. To do a certain job. عشان يعمل وظيفة ايه؟ معينة. 79. ورا خالص. آخر حاجة في الملزمة. 79 عندي مشكلة. لقيتوها؟ أيوة مستر أنا لقيتها. فيها تشوز. فيها تشوز يا مستر عندي. حبيبي الجزء ال بعده في ده في رقم ها؟ في رقم تاني في 104 في ده لا ارجع بقى ارجع يعني ايه في نص الملزمه؟ في جزء الاوبرتيونيتيز يا جماعه اخر جزء في الاوبرتيونيتيز صح؟ بعد 104 في 72
ما هو ده اخر جزء في الاوبورتيونيتيز. ماشي اخر جزء في الاوبورتيونيتيز اصل هي كانت ملزمه المراجعه. افتحوا اخر جزء في الاوبورتيونيتيز. هي بعدها بقى بيج 72. هما بقى يا جماعه هتلاقي داي مكتوب داي كده ورقه ملونه كده. تمام كمل بقى تقليب لغايه ما توصل ل 78 كله لقاها يا شباب. مستر انا فتحها من زمان. ماشي خلاص اللي فتح انا عايز كله خلاص. حد مش لاقيها؟ انا يا مستر. اياد يا اياد افتح جزء الاوبورتيونيتيز لما تلاقي موديول 2 خلص هتلاقي صفحه كده مكتوب عليها داي دي بتاعت البوتري. كمل تقليب لغايه ما تلاقي 79. مستر يا صفحه كده بالعرض. ايوه بالعرض. Nice. What's a private eye? Private eye is a private detective who works for anyone who will pay him to do a certain job. يعمل وظيفة معينة. Where is Lenny Samuel's office? في مكتبه. نعم يا حبايبي. نعم. مو عارف هو الأسئلة لما تيجي مش تيجي على هيئة quotations. في quotations. بس في أسئلة عادية مقالية. أسئلة عادية مقالية. Where is Lenny Samuel's office? فين مكتبه؟ Lenny's office is on the west side of Los Angeles on the fourth floor of a high building. What is Lenny Samuel like? شكله إيه؟ اكتب جنبه كده. شكله إيه؟ وصفه. He is tall and he weighs 80 kilos. He has got brown eyes, brown hair and very nice teeth. نعم يا حبيبي مكتوبه يعني احنا صح يعني عايز ايه؟ اكتب جنبه وصفه. And he had a nice nose until someone broke it in a fight a year ago. واحد كسرها له من سنه. 4 Describe his office. اوصف مكتبه. It has only 2 rooms. The outer room is a waiting room. The inner room is his office. In the office, there is a cheap wooden desk with a big wooden chair for him and a metal chair for the visitors. وكرسي معدني للزوار. There is also a metal cupboard and a bed in one corner. في دولاب معدني وسرير. ليه في سرير؟ But sometimes he sleeps on that bed. بينام على السرير ده سبحان الله. When there is a lot of work. ما بيكون في شغل. What did Lenny think when a visitor came in the outer room? لما جه دخل الأوضة لما سمع خطوات أقدام حسب إيه؟ He saw that the visitor had made a mistake. How did the visitor look like? كان شكلها إيه؟ She was a beautiful woman. She was about 18 years old with blue eyes and long blonde hair. She was wearing a smart green coat. Smart يعني chic. لابسة بلطو chic. And had a big brown handbag over her shoulder. ادي كوتيشن اهوت يا بسنت. هما ما قالوش حاجة أصلا يا بسنت يام. But I don't know if you will be able to help me. Are you a real private detective? The blonde girl said this to Lenny Samuel. When she دي اللي قالت لمين؟ للني سامويل اللي هي البنت. To ask him for help. She wanted them to find her sister who had suddenly disappeared. كانت عايزاه تلاقي ايه؟ يلاقي اختها. What did the girl ask Lenny to do for her? طلبت منه ايه؟ She wanted them to find her sister who had disappeared. Why was Lenny surprised to have a visitor? لكن مندهش. He was surprised because he hasn't had visitors for a long time. ما قالوش ناس من ياما. Quotation كمان اهوت.
I want you to find my sister. The homework do. Seven questions do. I want you to find my sister. Ah. لا. ولا مريم برضه ولا جم. اه مستر هو احنا كم شابتر 2؟ اه مستر هو ازاي ده هوم ورك لحضرتك اصلا كنت باقي اليونت كنت مدينا باقي اليونت ايوه ما هو باقي اليونت مع حفظ الاسئله وانت محتاج تحفظ دول في قد ايه يعني انا وثم انت عمر مش لازم يعني لو عايز ما تحفظهمش ما تحفظهمش تمام I want you to find my sister she had disappeared who said this to who مين اللي قالها هتقول لي مين the girl to Lenny Samuel دي عايزه حفظ why did the speaker ask the help because her sister disappeared ادي الاجابه chapter 2 لا يا حبيبتي خدنا chapter 2 بابا بيشكر لي فيك chapter 2 Please find my sister. Chapter 2 ده اسمه والنبي لاقي له اختي. يا بتنستر. I said your sister has disappeared. Have you reported her disappearance to the police? بلغتي. The blonde girl shook her head. لا. She looked very nervous and was starting to cry. كانت متعصبة وبتعيط. I have told the police. هو الراجل على فكرة اللي بيقول بق البت. I don't want any trouble with you. Please, I just want you to help find my sister. She took a small pink handkerchief out of her handbag and dried her eyes. Oh, خد المنديل وراح تقيسها حافل عياط. All right, I said. Tell me all about your sister. ودي لي بقى قصة أختك دي. Her name is. يبقى أختها اسمها إيه؟ إيلين. Garfield والبنت اللي عنده دي اسمها ايه؟ هيلين جارفيلد. هيلين جارفيلد. said the girl. And what's your name? I interrupted. Helen. Helen. صوت كان ظابط يا مستر وباظ تاني. My sister. كان ايه؟ She disappeared a week ago. كان ظابط صوته والصوت عالي بعديها دلوقتي باظ تاني. طب قول لي اعمل ايه؟ معرفش والله بس هو والله كان ظابط حاله. Did you yell at grandma? Come on, man, everyone. Leonardo's life and times. Leonardo was. Chapter 3. Oh, that's the subtitle. And what's your name? A little Helen. Helen Garfield. Monday night, but she didn't come. Perhaps your sister didn't come because she doesn't like the food you cook. I suggested. هو بيقول لها ممكن ايه ما حبتش الاكل. يا جماعه. Don't try to be funny. She said angrily. Oh, so you don't live in Los Angeles now? I said. No, she replied quickly. I live in New York. I flew right across America to see my sister. But when I got here, I discovered that she had disappeared. You know, who said, don't try to be funny. It's your sister you forgot about him, didn't it? Helen. Helen Garfield. Look, he said. Helen Garfield.
If you don't stop asking questions, I'll find myself another detective. Right. I'm listening. I waited for my hotel, said the girl. But she didn't come. I telephoned her. There was no answer. حدش رد. ثاني يوم رحت المكتب. They said that she had been to work the day before on Monday. راحت الشغل. بس مشيت فجأة. Without telling anyone. من غير ما تقول لحد. There was no one there. رحت لها الشقة. حدش هناك. The girl stopped for a minute and then continued. Mr. Samuel, she said, I'm very worried about my sister. It's not usual for her to disappear suddenly like this. I'm sure that she's in danger, and I want you. أنا متأكدة إن هي في خطر. مين كل اللي بيتكلم ده؟ ليني سامويل. والنبي لقيت أختي دي في خطر. تمام. راحت رحت لها الشغل ما لقيتهاش. اتصلت عليها. كل ده ليني سوري. هيلين جارفيلد to me to ليني سامويل. To find her. In his office. And I said, it may be easy or it may be difficult. I'll find. But first. Tell me why you've waited 3 days. قالت له بقى انت ليه استني قال لها انت ليه استنيتي 6 ايام من غير ما تروحي البوليس قالت له وانت مال امها هو هي البنت مش عايزاه يعرف اي تفاصيل غير الا اللي هي بتقولها له قالت له that's none of your business مش شغلك ومش شغلك Okay, I replied. His sister's name is Elaine Garfield. What does she look like? طب هي شكلها ايه؟ Elaine Garfield replied. She looks like me. We're twins. Now, Mr. Samuel, how much money do you charge? تاخد قد ايه؟ $50 a day. مش كتير دول. Mr. Samuel, said the girl. دايما يفصلوا. What of money? I hope that you will. حتى في امريكا الستات بتفصل. Oh, yes, I like this money. I work very hard. حضرتك In the office where she works, I'll start work at once. ده هو مش عايز يستنى لبكره، ده هو هيشتغل من ايه؟ من النهارده. ناصح. شارح له بعد الظهر. يعني ربع اليوم راحه. Blonde girl wrote the addresses on a piece of paper and gave me the paper. هو وهي ماشيه بقى لقى طب العنوان. فكتبت له كده على ورقه عنوان الشغل بتاعها بتاع البنت وعنوان البيت كمان. طب عنوانك انت فين؟ ما رضيتش تديله بقى عنوان. قالت له انا هاجي لك ايه؟ بكره في الساعه 5. خلاص؟ I said, can you give me your address too? That won't be necessary. She replied as she picked up her hand. I'll come and see you again tomorrow afternoon at 5 o'clock. هتجي له تاني يوم الساعه كام؟ Goodbye, Mr. Samuel. Without waiting for an answer, the girl turned around and walked out of the office. As I watched her walk out of my office, I smiled and I said, طيب, this is better than cleaning my nails. مين قالها بقى دي؟ مين قال دي؟ لاني سامي. لاني سامي هو اللي بيقول ده أحسن من تنظيف ضوافري. مش هو كان قاعد بيقص ضوافره؟ يبقى why? Because he had a job. لأن جات له إيه؟ شغلان فكان مبسوط يعني. It's better than cleaning my nails, I thought. Then I began my work. خلاص. ايه يا بيري في يا بيري في يا بيري لا يا بيري لا يا لومي When did Helen's sister disappear? امتى اختفت? A week ago. Why did Helen report the police? ليه ما اخبرتش البوليس? She didn't report the police because she didn't want any trouble with them. مش عايزة اي مشاكل. Three. How did Helen discover? ازاي اكتشفت اختفائها؟ قلنا they had agreed to have dinner together but her sister didn't come to the hotel. She phoned her but wasn't at home nor at work. لا في الشغل ولا فين؟ في العمل.
لو رن بقى. How did Helen discover her sister? قلناها دي. بعد كده. Why was Helen worried? كانت قلقانة ليه؟ She was worried about her sister. Because her sister disappeared يعني. Five. What did Helen give Lenny in the end? عطت له ايه؟ She gave him the address of her sister's flat and the name of the office. Why didn't Helen give Lenny her own address? ما عطتلوش العنوان ليه؟ She said it wouldn't be necessary because she would come again to see him the following day. هي هتجيله تاني اليوم التاني. التالي. Perhaps your sister didn't come because she doesn't like the food you cook. مين ده؟ مين اللي قال ده؟ Lenny Samuel to Helen Garfield. He mean that it doesn't mean that her sister has disappeared. مش شرط يعني اختك ضاعت يعني تاهت. Because she didn't come to dinner. Eight. This is better than cleaning my nails. Comment. علق. هتقول Lenny لمين؟ لنفسه. اللي قال ديت Lenny لنفسه. بس بعد ما مين مشت؟ Helen. He was so happy to find a job. Have you reported her disappearance to the police? بلغتي. Lenny said this to Helen. He want to know why she hadn't reported the police. كان عايز يعرف ليه ما بلغتش البوليس. دول homework. ليه كتير ليه؟ هياخدوا ربع ساعة. ايه المشكلة برضو التاني ده مش هياخد نص ساعة؟ I don't want any trouble with the police. I live in New York. I flew across America. مين اللي قالت ديت؟ هيلين جارفيلد تو لاني ساميول. دي هيلين. انت ما تقعديش فرحانة طول الحصة عشان عارفة ان هي مش عليكي وتيجي تقولي لي بقى دي مين؟ فاهمة؟ مش ده عصافير انا. مش عليها ليه؟ هي ما بتحبش القصص. عليها منهج تاني. خلاص؟ في حاجة مفهومة في حاجة مش مفهومة؟ حد فاهم حاجة؟ سهلة القصة ولا صعبة؟ أسهل قصة من ابتدائي لإعدادي، هي القصة دي. ها؟ انت انا بس بحط لحضرتك بس بتقول ايوه يعني اعمل ايه؟ لا عايز ايه يا حسين؟ هو مستر كان في سؤال نمبر 3 كان بيقول لي ان بيقول لك انت يا حسين حسين بيقول لك انت صح؟ طلعني انا منه بقى. بيقول لك انت طلع لحضرتك اما ماليش دعوه يا عم هو يقول لك يا عم انت تقول له انا بره عني المواضيع دي فكر يا حسين انا عايزك تعتمد على نفسك شويه حاضر يا ماشي مستر ما كنتش ما تردش عليه لو انت يعني ما تردش عليه لو انت متضايق او ايوه يا ساره اهو حضرتك كنت بتقول انا كنت سرحانه ليه انت كنت سرحانه ليه اه أنا قلت أنت سرحانة ليه؟ مش عارفة أنا سمعتك لا رقية 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 ماشي حاجة مش مفهومة؟ حاجة شعبة؟ نعيدش حاجة تاني؟ هنهزر الحصة خلصت؟ الحصة انتهت على فكرة مش خلصت وايه الهبده اللي على المكتب دي يعني بتهدديني يعني يا ماما ولا ايه ها البطه اللي حصلت ايه البطه اللي حصلت الغلطه اه مالها الغلطه مش مشكله انت جايه تلعبي بيكاتسو هنا مش كفايه عليا عيالي في البيت هو انا ناقص بايه انا بزعلهم اول ما اشوفهم بيلعبوها وخلاص ما عندهم طول اليوم
اشمعنى انا بيكاتسو فوق بيكاتسو تحت انا مال انا ولا بيكاتسو لا انا مال انا هي ايه بيكاتسو دي يا مستر بس معلش دي لعبه يا عمر لما تيجي ابقى العبها معايا تمام يا مستر يا مستر مش اسمها بيكاتسو انا والله ما اعرف اصل هم عيالي لطفي في الشين لا هي بيكاتشو كنت شايفه زمان هي بيكاتشو لا وفي حاجه ثانيه كمان وفي لعبه جديده كمان برضو لا لا في لعبه شبهها كده برضو بس انتوا بيعملوا كده فقلت لهم لا انا مش فاكره ولا مص والله هعرف اسمها روك بيبر سيزر شوت ان شاء الله نشوفكم الحصه الجايه بنتر هي الحصه الجايه ستوري ولا حصه عاديه لا الحصه الجايه حصه عاديه براء مستر طب انا الحصه الجايه هيكون ايه مستر ايوه يا نور مستر تسمية الحصه الجايه هيكون ايه هيكون القصه يا نور ماشي يا مستر ماشي يا نور عندك أسئلة تاني يا نور؟ لا طيب المرة الجاية تكريم إن شاء الله يلا أشوفكم على خير إن شاء الله تفضلوا